في اولياء امور يا فندم ممكن يبقوا اولادهم حابين جدا رياضه التنس، ولكن اولياء الامور دول اما لان هم مش مشتركين بشكل نظامي في احد الانديه الرياضيه، او ان امكانياتهم الماديه الى حد ما يعني على القد. ففي انطباع عام على ان رياضه التنس من الرياضات المكلفه، الملابس بتاعتها، المضارب بتاعتها، استعداداتها ولوازمها الى حد ما تعتبر مكلفه. هي دي المعلومه اللي منتشره، بس هو عادة في الرياضات في مصر الطفل الثاني او الثالث بيبقى انجح. دي معلومة علميا اثبتوها، لان العيلة بتبقى عرفت الطفل الثاني او الثالث. طبعا دي انا اصلا طبيب بشري، والماجستير بتاعي في الطب النفسي الرياضي، فمتعلم الموضوع يعني. لقوا ان مثلا رقم العالم في ال 100 متر جري اللي عملوه وحطموه دايما بيبقى مش الطفل الاول، يعني العيله يبقى السكند شايلد، تاني واحد او ثالث واحد. انا مش هتكلم، انا هقولها ريكلي هقنعك. انا اتمنى يعني مامتي باباي بيتفرجوا. هقولها ريكلي، اولا التاني والتالت ده طول الوقت هو اصغر منهم، مهما عمل مش محصلهم، بيجوا يجروا وهو بيجري وراهم، يضحكوا عليه انت ابني مش عارف تجري انت، فعلى طول بيحاول يسابق ناس احسن منه. الاهل كمان بتكون جربت في الاولاني وعرفت اللعبه دي ماشيه ازاي، نلعب مع مين، نتمرن فين، ايه الصح وايه الغلط، ما بيعملوش نفس الغلطات اللي عملوها. فلقوا ان دايما التاني والتالت في البلاد اللي زي عندنا اللي المعلومات الرياضيه مش منتشره. انا عايز بسالك تاني ولا ثالث؟ انا الاول. انا اللي اتفضل كده ساكت. انا اللي حقه مخدوم. لو العيله حظك انها كانت في المجال وعارفه الطريق بتبقى سهل قوي. في رياضات زي بتاعتنا التنس مش منتشر قوي، فعلى ما العيله بتكتشف الطريقه وتعمل ايه وايه الصح وايه الغلط وتروح فين بيتوهوا شويه. علشان كده الدول بره عامله نظام التالنت اي دي. يعني حضرتك انا انبسطت قوي مقدمه مكتشف المواهب دي، ان احنا بتقدر تميز، يعني بقى في معادلات حتى بتتحسب، سنك كام، ترتيبك ايه في اوروبا، يبقى انت هتبقى كام لما تكبر. طبعا بيحصل تغييرات صغيره، بس تبقى عارف بتحط فلوسك فين. يعني الدوله بتستثمر في حاجه مضمونه، يا اما لو ما اتعملش كده بيسموها ان الموضوع ده عامل زي السبورتس روليت، يعني عامل زي القمار، ما انتش عارف، تصرف وقت ومجهود في عدد من اللعيبه، انت مش عارف مين فيهم هيبقى دولي ومين منهم هيوصل مستوى محلي فقط يعني.